الأصحاح الخامس عشر. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن مني لا يحمل ثمرا يقطعه، وكل ما يثمر ينقيه ليكثر ثمره. أنتم الآن أنقياء بفضل ما كلمتكم به. أثبتوا في وأنا فيكم، وكما أن الغصن لا يثمر من ذاته إلا إذا ثبت في الكرمة، فكذلك أنتم لا تثمرون إلا إذا ثبتتم في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من ثبت في وأنا فيه يثمر كثيرا، أما بدوني فلا تقدرون على شيء. من لا يثبت في يرمى كالغصن فييبس، والأغصان اليابسة تجمع وتطرح في النار فتحترق. إذا ثبتتم في وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تشاءون فتنالونه. بهذا يتمجد أبي، أن تحملوا ثمرا كثيرا فتكونوا تلاميذي. أنا أحبكم مثلما أحبني الآب، فاثبتوا في محبتي. إذا عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي، كما عملت بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا ليدوم فيكم فرحي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا مثلما أحببتكم. ما من حب أعظم من هذا، أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل أحبائه. وأنتم أحبائي إذا عملتم بما أوصيكم به. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، بل أدعوكم أحبائي، لأني أخبرتكم بكل ما سمعته من أبي. ما اخترتموني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتثمروا ويدوم ثمركم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. وهذا ما أوصيكم به، أن يحب بعضكم بعضا. إن أبغضكم العالم فتذكروا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم. لو كنتم من العالم لأحبكم العالم كأهله، ولأني اخترتكم من هذا العالم وما أنتم منه، لذلك أبغضكم العالم. تذكروا ما قلته لكم، ما كان خادم أعظم من سيده، فإذا اضطهدوني يضطهدونكم، وإذا سمعوا كلامي يسمعون كلامكم. هم يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لولا أني جئت وكلمتهم لما كانت عليهم خطيئة، أما الآن فلا عذر لهم من خطيئتهم. من أبغضني أبغض أبي. لولا أني عملت بينهم أعمالا ما عمل مثلها أحد لما كانت لهم خطيئة، لكنهم الآن رأوا ومع ذلك أبغضوني وأبغض أبي. وكان هذا ليتم ما جاء في شريعتهم، أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعز الذي أرسله إليكم من الآب، روح الحق المنبثق من الآب، فهو يشهد لي، وأنتم أيضا ستشهدون لأنكم من البدء معي.